بقول لك ايه يلا، ما تيجي نلعب لعبه بدل ما احنا قاعدين كده؟ يلا، بس احنا هنلعب ايه؟ هنلعب صب صنم. وهتبقى انت الصنم؟ لا طبعا هيبقى انت. لا يا حبيبي، مش انا يا حبيبي اللي اتعمل صنم. طب خلاص سيبك بقى من اللعبه دي. ايه رايك لو لعبنا جماد وحيوان؟ ماشي، حلوه اللعبه دي. طب ماشي، استنى بقى. امسك ادي الورقة. ماشي، وادي القلم. ماشي، يلا ابدأ. استنى قبل ما نبدأ، يلا يا حبيب قلبي انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان اي فيديو ينزل يقولكم مش عارف بيه. اعمل لايك بقى. يلا، في ايه؟ انا بحبكم قوي. استوب. كتبت الواد ايه؟ ايمن. وانت كتبته ايه؟ اسامه. وانت كتبت البنت ايه ده؟ هو ايه الضرب والتخبط اللي بره ده؟ والله ما اعرف، ما تقوم كده شوف في ايه. ماشي، هما شوف كده في ايه. يا ولي يا وعي يا ست وعي، طب خدي دي. يا ولي يا وعي. انا عايز اعرف يا كلب منك ليه، مين اللي راح قال لامه ان انا بكلم جاركم نجاح؟ اكيد مش انا يا بابا. ولا انا طبعا، يعني ولا انت ولا هو، امال مين بقى؟ امي. الله اعلم يا بابا، بس ممكن. ممكن، بس انا هعرف ازاي اخليكم تتكلموا. ازاي يا بابا؟ انا هروح اجيب جهاز كشف الكذب دلوقتي، وساعتها هعرف مين الكذاب ومين الصادق. ماشي. الله يخرب بيتك. ماشي ايه ده؟ انا كده هتنفخ. طب انا هعمل ايه كده؟ شيطاني يا شيطاني يا شيطاني. انت يا زف في ايه؟ مش انت هو الواد الكنن ولا ايه؟ بنطلع بقى. الله يخرب بيتك. لا ده شكله كده اتجنن خالص. الحمد لله بالسلامه. انت اخرت ليه كده؟ انت جاي في وقت مش مناسب خالص يا ابني. دي موعد نومي. نومك؟ هو انت بتنام؟ ايوه بنام، وما نامش ليه يعني؟ طب خلاص تنام ما تنامش، ده حاجه ما تخصنيش وماليش فيه. انا اهم حاجه عندي دلوقتي تطلعني من الحوار اللي انا فيه. حوار ايه يعني؟ انت ما تعرفش حوار ايه يا ابني؟ انت دي موعد نومي، يعني ممكن انام في اي وقت، فقول وخلص. هقول لك يا عم، بص. طب خلاص ما تشغلش بالك انت بقى. هنبدأ بيه هيبقى انت يا لوقا. ماشي. انت اللي رحت قلت لامك ان انا بكلم جارتكم نجاح؟ لا والله يا بابا، انه صادق. جدع يا لوقا. وانت يا دي علاء. وانا ايه يا بابا؟ اطلع عليك. ماشي يا بابا. ولا يدفق بسرعة ياض. واللي في ايه؟ الدور عليا انا. مش قلت لك ما تشغلش بالك؟ طب لما نشوف. انت اللي رحت قلت لامك ان انا بكلم نجاح؟ لا طبعا مش انا يا بابا. الله ينور عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوة دي؟ امال مين اللي عملها؟ يعني ولا انت ولا هو. طب يلا بقى، عايز حاجة؟ عشان انا خلاص جبت اخري ومش قادر. لا تمشي تروح فين؟ استنى خمسة بس. يا بركة دعاك ياما. منك لله، سبتني ومشيت ليه؟ انا عايز اتعاقب واشد عقاب. لا ما انت مش هتوصيني. هاتولي الكلب ده. لا طبعا مش انا.